السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا، عندنا مضربين مكسورين، شايفين شكلهم عامل ازاي؟ احنا هنعملهم بوستر اللي نحط عليهم صواني، او نعملهم تابلوهات يتحط عليهم حاجة، او نعلقهم في الحيطة، حسب ما هنعمل وهيكون شكله. فانا دلوقتي عندي قطعتين، بنقي الرسمة تكون زي بعضها كده اهو. خليكوا هنا انتوا كده، هنقي قطعتين الرسمة تكون زي بعضها كده اهي. همشي مع الرسمة اهي عشان يبقوا الاتنين يبقوا شكل بعض اهو. تمام كده. خدت طبعا القماشة اللي انا عايزاها اهي اهو. هحاول برضو ان انا اخليهم يبقوا زي بعض، يعني يا يبقوا بالطول يا يبقوا بالعرض. تمام كده اهو. هحاول اقسمها، شايفين الفكرة؟ طبعا الحرف ده بتاعها بيسرد. هجيب بقى مسدس الشمع كده وهبدأ ان انا ايه اغلفها كده اهي. انا عايزة الوردة دي تبقى في النص اهو اهو. طبعا اي زيادة طبعا هشيلها اهي، وممكن اعملها فيها برضو كده اهي اهي. انا هعمل لها برضو طبطينة من ورا بحيث ان هي برضو ما تكونش ايه باينه معانا اهو. انا بوريكم واحده وانا هعمل التانية اهو. اي زيادات بقى هنشيلها من الخيوط اهو، وهاجي هنا بصوا اهو هنزل بيها اهي. عشان الفها معاها كده اهي. طبعا هنا اهي انا عايزاها برضو تبقى الشكل الايه الرمضاني بتاعنا. وعندي طبعا اهي قطع انا هحطها واقصها عليها داير ما يدور اهي، برضو تكون حاجة لايقة على الشكل برضو، عشان ايه ما تبقاش الشكل يبقى ايه شاذ. هقصها بقى داير ما يدور عليها كده اهي. شايفين الفكرة؟ بسيطة وسهلة اهي اهو. هبدأ بقى احط الايه الشكل بتاعنا اهو. وانزل بيه كده عليها اهو. اي زيادات بقى ايه هنقصها اهو. هنا هنا كده انا عايزة بس لما اقص الزيادة يبقى ايه الشكل برضو معانا ايه متغطي يعني. بصوا بقى ونقص كده الزيادة اهي. انا كنت مستني المفروض استنى لما تنشف شوية، بس انا عايزة اوريكو عشان اعمل التانية اهو.
اهو كده بقى معانا. نحط عليها صينية صينية كيكة، نحط عليها اي حاجة سخنة اهو. بصوا الفكرة اهي، حلو. ممكن نعملها كمان تعليقة لو انت عايزة ايه تعلقيها. بصوا يعني انا لو كده خليتها مثلا كده او كده واعمل لها تعليقة تتعلق بيها اهي بطريقة سهلة. هاخد قطعتين اهم، واثبت عليهم بقطعة بقى من الشكل بتاعنا الرمضاني برضو، واشيل الزيادة اهو. هزود شمع تاني اهو. بصوا لو احنا عملناها كده يبقى هي برضو كده ايه من المضربين القدام اللي كانوا هيترموا، قدرنا نعمل الشكل الرمضاني التحفة ده اهي ونعلقها. هعمل بقى التانية، وهنا بقى بصوا انا بحاول ان انا اقص بقى الزيادة اهي، بصوا عشان يتعدل الشكل معانا. شايفين كل الزيادات بقى اللي طالعة على الشكل كده اهي بنقصها اهو بطريقة سلسة وبسيطة. وطبعا زي ما حطينا التعليقة هنا اهو، هبص برضو ان انا احطها برضو زيها اهي. هنعمل برضو نفس التعليقة اللي احنا عملناها، مسدس لزق في ال اهو اهو كده. هيجي بقى بالحتة اللي هي الحرف ده اهو عشان اثبت التعليقة بتاعتنا كويس اهي اهي. شايفين بقى الشكل اهو من مضربين قدام كانوا هيترموا، قدرنا نعمل التعليقة الرمضانية الجميلة دي. وممكن نحطهم على الترابيزة ونستعملهم كأي تحت أي صينية، أي كوباية شاي، فنجان شاي، ممكن نغطي بيه كوباية الشاي عشان ما تبردش. أفكار كده بسيطة من حاجات كده كانت هتترمي. طبعا هنا ده ليه شكل وهنا شكل تاني خالص. أتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها. باي باي، سلام عليكم.